اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم على قناتكم شوف تي في. وصل جوج ثمانه طالبة المغربي اللي تقتل على يد زميله بدوله اوكرانيا اليوم الاحد الى منزل اسرته الموجود بحي برمانه بمدينه فاس. اجواء من الحزن خيمت على منزل اسره الطالب اللي ما صدقاتش انه سقط ضحيه جريمه قتل بشعه خارج ارض الوطن. مشو تابعوا. الحكم لله، الله عز وجل اختاره، وانا متيقن تمام اليقين على ان كاين حكمه ربانيه وراء هذه الوفاه، ربما يجعل فيها الله باذنه خير، لان الامل اللي كان عندنا تبخر بسبب حادث ماساوي. نطلب الله عز وجل العوض، نطلب الله عز وجل اللي يعيننا بالصبر ويرزقنا السلوان، وهذا المصير ديال الجميع، لا مفر من حكم الله ولا من قضائه. بالنسبة للإجراءات تمت بطريقة عادية، أنتم كيف ما كتشوفوا جبنا المرحوم، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه بالنسبة لنا مأساة وفاجعة، لا للجيران لا للحي لا للعائلة. تنتمنى من الله تعالى يعوض علينا في هذا الوليد اللي مشى لنا، والله ياخذ الحق. إنا لله وإنا إليه راجعون. وشان نقول ما كاينش كلمات اللي يمكن لي نعبر على هذا الحزن والمأساة. كان اتصال مع السفاره ديال المغرب في اوكرانيا، كنا كنتسناو غير على ما ندوزو هاد الاجراءات هادي، ومن بعد غادي نجري الاتصال مع السيده اللي مكلفه تمايا بالشؤون الاجتماعيه، وغادي نتابعوا القضيه عن قرب، ونتمناو من الله يجيب لنا حقنا مع هاد السيد اللي دار هاد الفاجعه هادي. الطالب وري الثرى بمقبره سيدي مبارك بطريق عين شقف ضواحي مدينه فاس. مشيو نتابعوا كيف كانت اجواء الجنازه. لا اله الا الله محمد رسول الله، 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 لا اله الا الله محمد رسول الله. زين زيدوا شويه الشباب، لا تعيبوا الشباب. وألحقوا بنبينا عليه السلام، اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا. شقيق الضحية أكد لشوف تي في أنه كان باغي يبعث مبلغ 2000 دولار لشقيق الضحية حتى يستطيع مواصلة مشواره الدراسي، وهي المعلومة اللي وصلت للجاني المنحدر من مدينة خنيفرة، ليقوم هذا الأخير وسط الأسبوع الماضي باستدراج الضحية إلى منطقة قريبة من إحدى المقابر قبل ما يوجه له ضربة بواسطة آلة حادة من الخلف. بهذا كنوصلوا مشاهدينا لختام خبر اليوم، إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.